مهم بالنسبة لي في مساق الاستثمار، وهذا يمكن قراءة أخرى لماركيل، ولاحظنا فيه جوج تحولات أساسية. التحول الأول هو التحول من الدعم إلى التحول إلى المنح وفق معايير ومحددات ووفق نسب واضحة للجميع. داك أجي نجيب مشروع نعطيك الفلوس ما بقاش هكا، وهذا تحول استراتيجي. علاش؟ لأنه صاحب المشروع بالنسبة لي شحال ما كان مأكد من مشروع شحال ما تيمكن يوفر من لي كويفيسيون في لي بريم كاملين، لا في الشاملة ولا في القطاعية ولا في الترابية إلى آخره. دونك باقي الأشياء، وأدمجت فيها أيضا معطيات اجتماعية من قبيل الجندرة، من قبيل المجال، يعني من قبيل المناخ، من قبيل التغيرات المناخية والإيكولوجية إلى آخره. وهنا أيضا هو منطق الإبداع باش ندخلوا الاقتصاديات المبدعة، الاقتصاديات ديجيتال إلى آخره. كلها هذه مسارات للدعم اللي جات في ميثاق الاستثمار. أعتقد قريتها قراءة أخرى بالمقارنة بما قرأته السيد الوزير.